وبركاته، صباح الخير عليكم متتبعينا الاوفياء. كنتمنى من الله اي واحد فيكم قبل ما يكمل هذا الفيديو هذا يدير معنا ابوني، يدير الاشتراك ديالو، يخلي تعليق. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من شارع طارق بن زياد. غادي نقربوكم من اخر التطورات، صراحه ملاحظات جديده بدات كتبان في الشارع واللي غادي نشاركوها معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. خليكم معنا. كيف ما كتشوفوا هنا يا اخوتي المغاربه، هنا شارع طارق بن زياد فين وقفات الاشغال في هذه البلاصه هذه، او فين سالات الاشغال بطبيعه الحال. الشطر الجديد اللي بدات فيه الاشغال من المارشي القديم كما كتشوفوا هنايا، السور على اليسار راه وراب وتبنى سور جديد وراه كيمرطبوا فيه. هنا الشركه ديال اورولوجيستيك بدات عمليه الاسفلت هنايا، اسفلت يعني تزفيت الشارع كما كتوضح الصوره هنا اقصى اليمين. لكن ما نلاحظ في هذه الاثناء قدامنا الطوبيس وقدامنا السياره، ما كاينش فين غادي تدوز السياره ثالثه. هنا كنهضروا على ثلاثه الطرقان كيديو ثلاثه كيجيبوا، كنهضروا على ثلاثه السيارات ممكن يدوزوا. يعني لا قدر الله كان الطوبيس حدا سياره ما كتبقاش الطريق ثلاثيه، اولا لا كان دايز واحد الكاميو فما كتبقاش الطريق ثلاثيه. ما هو ملاحظ هو ان الطريق في بعض النقاط كاين التوسعه ديال الطريق بالمزيان، وبعض النقاط كاين تضييق. نتمنوا من الله انه يعني الامور تمشي في الطريق الصحيح. نتمنوا من الله ان الناس يدار لهم الحل، لان كاين الناس هنا كيأكدوا انهم عندهم شهاده الملكيه وعندهم امور اللي هي قانونيه كتحميهم انهم ما يمشوش للسخيرات. في الوقت اللي شفنا بعض الناس اللي جنب طريق شارع طارق بن زياد واللي داروا القرعه ديالهم وغادي يمشيو لمدينه السخيرات، كما كتشوفوا التوسعه هنا متواصله، والمكان ديال العمليه ديال الجاردناج كذلك كما كتوضح الصوره هنايا، كيديروا ديكار هنا اللي غيكون فيهم الشجر. ربما هنا الوسط غادي نشوفوا غير الكاز وما يكونش عندنا الشجر هنا الوسط، بحكم هنا دايز البال تحت الملحلو اللي جاي من قنيطره وغادي حتى الكازا كما كتشوفوا هنا. فهاد النقطه هذه عاوتاني التوسعه كتبان هنا مزيان. غادي نحاولوا ما امكن غناخذوا متر وغادي نشدوا الطريق من القنت حتى القنت، وغادي نقربوكم من كل كبيره وصغيره. هنا كنشوفوا مجموعه من الشقق ديال الازدهار جوج ريزيدونس، الازدهار جوج بلوك ا. صراحة موقع مميز، بنايات رائعة جدا صراحة. واللي تابع الشركة ديال جية العقارية، الشركة الرائدة اللي كنشوفوا صراحة موقع استراتيجي، سكن 25 مليون اللي جا على شارع طارق بن زياد، من أهم النقط الإيجابية أكيد مع نهاية الأشغال ومع الأشغال الكبيرة اللي كتعرفها مدينة تمارة، فمجموعة من الأمور غادي تبدل كما كتلاحظوا معنا هنايا الكات بيلر ومجموعه من الاليات هنا في جنب الطريق. عمليه الاسفلت كما كتوضح الصوره، عمليه الاسفلت متواصله هنا في الجنبات. لكن شنو المصير ديال البنايات اللي جاوا في الجنبات ديال الطريق؟ واش غتبقى الامور على هذا الحال؟ ريتما يخرج شي قرار. فكنتمنى من الله الاشغال ما توقفش، كنتمنى من الله الاشغال تمشي مزيان، لان كنهضروا على الاشغال مزيان، ف كنهضروا على الامور خاصها تمشي نيشان. الطريق الموازي حتى تكون بدات فيها الاشغال، كنشوفوا بلاصه فينات وبلاصه باقي. فنتمنى من الله انه في القريب العاجل نشوفوا الشارع طارق بن زياد حله جديده. اكيد كاين اكراهات، علاش كاين الناس اللي ما غادي تجيبين الليله وضحاها تحيدهم هكذا، ما يمكنش. الناس ساكنين فلا بد كتكون واحد المسطره، كتكون اجراءات، كتكون اخبار، كتكون امور اخرى، يعني هذا هو اللي كاين. في انتظار ان شاء الله ان هاد الناس هادو يتوفر لهم البديل ويمشوا تاهما للسكن ديالهم الجديد ولا التعويض ديالهم على حسب الحاله ديال كل واحد. فالله يسخر الامور للجميع. اللي كنبغي ناكد عليه هو انه الناس اللي جاوا جنب شارع طارق بن زياد النمسيه، الناس راهم داروا القرعه وغادي يمشيو لمدينه السخيرات، وراهم داروا القرعه على السيكتور واحد والخمسه والربعه. الله يسخر الامور الى هنا متتبعينا الاوفياء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.